الكثير من التجار تتحير ولا تعرف ما هي خدمة الشحن الملائم تعريفها للمنتجات التي ستعلنها وتبيعها على موقع إيباي. لذا في هذا الفيديو سأريكم خدمة الشحن المفضل تعريفها والعمل بها. أكيد لاحظتم أنه يوجد الكثير من خدمات الشحن التي متاح تعريفها على موقع إيباي، ولكن ليست جميعها ملائمة لنا. بما أننا نستخدم خدمات شحن محلية من بلادنا، فهي معتبرة خدمات شحن خارج أمريكا. لذا دائما علينا تعريف خدمات شحن المعرفة كـ Outside of US. يوجد ثلاث خدمات شحن أساسية في موقع إيباي، وهي الـ Expedite، Standard و Economy. يوجد فيديو كامل مبين فوق الفيديو هذا يشرح لكم عن هذه الخدمات. الخدمة التي أنصحكم استخدامها هي الـ Economy Shipping from Outside the US من 11 إلى 23 يوم. هذا وقت كافي ليصل المنتج للمشتري لو كان من أوروبا أو أمريكا، لأنها هي هذه الدول الأساسية التي نتعامل معها ونبيع لها منتجاتنا. وهو أيضا هذه الخدمة ملائمة لخدمات الشحن التي توفرها مكاتب البريد المحلية الموجودة في عالمنا العربي. الملاحظة المهمة هي إياكم استخدام خدمات شحن لا توفر رقم تتبع. من المهم أن يكون رقم تتبع لتعرفوه للصفقة وليراه المشتري ولنعطيه الإمكانية لمراقبة الرزمة أين هي موجودة. إذن لماذا تنتظروا؟ ابدأوا بإعلان منتجاتكم الآن. وسؤالي لكم هو أي طريقة شحن كنتم تستخدمون؟ وأي صعوبات أخرى تواجهونها بخصوص الشحن؟ اكتبوا لي بالتعليقات إجاباتكم، ولكل من لم يشترك بعد بالقناة أنصحه الاشتراك، لأنه سيكون الكثير من الفيديوهات التي ستعلن أسبوعيا بالقناة تعرفكم عن عالم مجال التجارة الإلكترونية وكيفية ربح المال من هذا المجال. سأراكم في فيديو آخر.